شروط الاستقالة وهكذا. طيب، في بقى مجموعة من الأسئلة اللي بتطرح نفسها أو اللي طرحها المستشار تركي الشيخ بتقديم الاستقالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. السؤال الأولاني: هل استطلع تركي الشيخ رأي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قبل الإعلان عن الاستقالة بشكل رسمي عبر فيسبوك؟ مطلوب إجابة يا إما من الكابتن محمود الخطيب أو من المستشار تركي الشيخ. بس بعد البيان أو بعد المصدر في النادي الأهلي ما قال كده، يعني واضح إن ما كانش فيه تنسيق ما بين كابتن محمود الخطيب ودون علمه بالإجراء دوت من المستشار تركي الشيخ. فاضل 3 أيام على ماتش الأهلي وصن داونز. إيه معناها إن أنا أستقيل دلوقتي؟ يعني إيه يعني دي التوقيت ده ليه؟ يعني ليه ما استنيتش بعد ماتش صن داونز؟ ليه دلوقتي؟ برضو علامة استفهام يملك الإجابة عنها المستشار تركي الشيخ. واعتقد ان طالما المستشار تركي الشيخ قرر ان هو يرجع لصفوف الجماهير، فلابد ان انت تقول للجماهير ايه الهدف، يعني علشان حتى لما ترجع وسط الجماهير يعني الجماهير تبقى عارفة الاجراء اللي اتعمل دوت ايه الهدف، ايه الهدف منه. يعني حقيقي ما اعرفش وما عنديش معلومه ومفيش حاجه بين السطور قادر اقراها، يعني الا علامه استفهام وتساؤل، والتساؤل دوت مصدره الحقيقي هو مستشار تركي الشيخ او من ينوب عنه اعلاميا، وانا عارف ان مفيش حد بيتكلم باسمه. وطبعا يعني كان الناس بتقول ينتظر لبعد الايه مباراه صن داونز. هل سيتوقف الدعم المادي للنادي الاهلي بعد الاستقاله الشرفيه من رئاسه مجلس الاداره؟ مستشار تركي الشيخ كان طلع طبعا اتكلم في ان في وعود بتمويل بعض الصفقات في الموسم المقبل زي احمد حجازي مدافع ويست بروميتش ورمضان صبحي من هدرسفيلد الانجليزي عقب انتهاء الاعاره. دي ابرز التصريحات وابرز الوعود. هو حد بيقول لي مصطفى بيقول لي هو فين الدعم المادي؟ ما هو الدعم المادي هيبقى في من خلال الكلام دوت يا درش، ان هو راجل طلع قال ان انا ممكن ادعم النادي الاهلي في بعض الايه في بعض الـ الصفقات. وبالتالي ف يعني طبعا الاستقاله في مثل هذا التوقيت من المستشار تركي قال الشيخ بتثير الكثير والكثير من علامات الاستفهام. اماني ايمن بتقول مش عاوزين منه دعم ولا حاجة، يعني هيبقى في تباين بقى هنا، يعني في ناس يا اماني يعني رأيها هيبقى مختلف لرأيك، وفي ناس تانية هتبقى بتقول لك لا خلاص رجع لحضن النادي الاهلي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيه. طبعا عندنا ده دول الموضوعين اللي هما الاكثر جدلا واكثر تداولا على الساحة. هل موضوع الطيارة الخاصة ليه دخل في ايه؟ ما الطيارة الخاصة دي بيتم حجزها وبعد كده اعتقد لما الفلوس بتيجي بيتم دفعها، يعني ما اعتقدش ان الفلوس ديت ما مش عارف. يعني محمد مصطفى برضو له رأي مختلف في القصة دي. طيب طبعا كلكم عرفتوا ان ممدوح عباس اصدر بيان فيما معناه يعني ان الحجز على ارصدة نادي الزمالك ليس له اساس من الصحة، وانه رفع الحجز او المحامين بتوعه رفعوا الحجز لمكتب الاعلام ممدوح عباس، قال لك في اطار حملة التضليل والكذب المتعمد التي ينتهجها وصور عليها المدعو مش عارف مين بشأن تصدير أزماته المالية والإدارية وإلقاء اللوم والمسؤولية على الأخير محاولات في ذات الوقت مش عارف إيه، فإن المكتب الإعلامي للسيد الأستاذ ممدوح عباس ينفي تماما وجود أي حجوزات من جانبه حاليا على أي من حسابات النادي أو لدى اتحاد الكرة أو الشركة الراعية أو المحلات. ده بيان رسمي من ممدوح عباس. والشيء بالشيء يذكر، طالما بقى هنتكلم كده بقى وهنخليها بقى حلقة ضرب نار من كلها، سيبنا بقى من ايه من كورونا
وفي بعض المباريات اللي تم تأجيلها في آسيا بخصوص الكورونا، وإن في حالة كورونا ظهرت في تونس نتيجة سائح جه بتهدد لقاء الزمالك والترجي، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل أول إصابة بفيروس. سيبكم من الفيلم ده بقى، خلونا في الإيه، في التقيل، عشان في موضوعين تقال قوي. الموضوع الأولاني وعد شفوي صريح جدا ويرقى إلى مستوى الرسمي. شير وانت شغال عشان الكلام مهم في الحلقة، 761 واحد شغالين معانا دلوقتي، شير عشان اللي بيحصل في الحلقة كلام مهم جدا 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 جدا. خلاص الموضوعين دول في اللي جايين دول كمان قنبلتين. الأولانية وليد سليمان يجدد للنادي الأهلي عقب لقاء صن داونز ب 12 مليون جنيه في السنة لمدة موسمين. تاني، وليد سليمان بوعد شفوي يرقى إلى مستوى الرسمي مع سيد عبد الحفيظ. الليلة خلصت، قال له كده انتهت، بعد صن داونز تمضي سنتين ب 12 مليون جنيه في السنة. عايزين حاجة تانية؟ لا. ده الموضوع الايه؟ الاولاني. الموضوع التاني ومهم جدا برضو كده، بتديك مؤشرات إدارة النادي الأهلي بتفكر راحة فين. طب وصلوا بحاجة مع أحمد فتحي؟ لا لسه. حسام عاشور في الغالب مؤمن السنة دي آخر السنة، عشان تبقوا عارفين في الغالب، ويبقى ليه تكريم وأنا بقول لإدارة النادي الأهلي. حسام عاشور ده لازم يتعمل له تمثال في حتة بقى، يعني شوفوا لكم حتة يتعمل له فيها تمثال بكمية الأدب والأخلاق والاحترام والبطولات والسلوك والحب، الناس كلها بتحبه أهلاوية وزملكاوية. حسام عاشور ده أنا عن نفسي بعشق حاجة اسمها حسام عاشور، أخلاقيا وسلوكيا وكل حاجة زي ما ده لازم يتعمل له تمثال في حتة. النادي بقى الأهلي جدد ما جددش، دي سنة الحياة، ما عندناش مشكلة فيها خالص. إنما القنبلة الأولانية اللي لازم تعرفوها، خلاص وليد سليمان في النادي الأهلي سنتين بالسنة ب 12 مليون. ماشي؟ التانية بقى الجامدة جدا برضو، قاعدة اجتماع سموها زي ما تسموها ما بين الثلاثي الآتي أسماؤهم في مدينة نصر امبارح بالليل، ممدوح عباس، عمرو الجنايني، رؤوف جاسر. التلاتة قعدوا مع بعض في اجتماع مطول لوش الصبح بيكونوا قائمة وجبهة قوية للإطاحة برئيس الجمعية العمومية في نادي الزمالك الفترة القادمة. مين القائمة؟ هعرف لكم وأقول لكم. التحرك هيبقى إزاي برضو هعرف وأقول لكم. إنما دي أول خطوة بتتعمل على الإطار الفعلي من التلاتة دول، هم دول التلات قيادات اللي اجتمعوا مع بعض. واحد بقى هيقول لك دخل معاهم مش عارف احمد سليمان ما قعدش، طب مصطفى ما قعدش، طب مش عارف مع، هم التلاتة دول اللي قعدوا، والتلاتة بتربطهم ببعض علاقة قوية وقوية جدا 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 جدا، تمام؟ وابتدوا خطوات او هيبتدوا خطوات فعليه في اتجاهين. الاتجاه الاولاني تكوين جبهه قويه جدا من اسماء تقيله علشان يمشوا الاخ دوت منين؟ من نادي الزمالك. مين هم بقى الاسماء وايه هي التحركات دوت اللي احنا هنقوله لحضراتكم بمشيئه الله تعالى. الاستاذه ايناس بعتت لي وبتقول لي يا كابتن انت امبارح قلت انا هعرفكم الفلوس المعتضى منصور بيوديها في، ان قلت يا ايناس يا استاذه ايناس انا قلت للناس امبارح لو ما دفعش الفلوس النهارده للعيبه هطلع اتكلم. دفع ماشي، فخلونا احنا نبقى محترمين وملتزمين فين في كلامنا. لما اشوف هيعمل ايه في ال 120
عايزين نشوف، عايزين نشوف. فرقة نادي الزمالك عندها مباراة مهمة الفترة اللي جاية، الحمد لله رب العالمين. ربنا لازم الاحترام يا أستاذة إيناس، نبقى محترمين تمام في كلامنا، ونبقى محترمين في التصرفات وفي الأقوال وفي الأفعال إيه بتاعتنا، عشان الناس حتى تحترمنا، يعني عشان حتى الناس تحترمنا. بكرة بمشيئة الله تعالى موعدكم مع حلقة برضو جديدة إن شاء الله من كلمة إيه حق، وفيها حاجات كتيرة قوي وكواليس كتيرة قوي بتدار من جوه الغرف المغلقة. طبعا هو طبعا هيفضل بقى يلف كده، هو بيعرف الحاجات دي منين والكلام ده كله، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بينصر دايما الحق على الإيه على الباطل. ولولا وقفتنا امبارح والنهارده كان فرقة نادي الزمالك دي شكر الله وسعكم، ولا كانوا هياخدوا جنيه، وكانوا هيطلع ويعمل كده وكده وكده وكده. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى ثبتنا على الحق لمصلحة المكان ولمصلحة الكيان، ابتغاء وجهنا ربنا الأعلى، ولا عاوزين حاجة من حد، الكل عاوزين من رب الحاجات. تصبحوا على خير.